أيام قليلة يا نور بتفصلنا عن بدء العام الدراسي، يعني في عبء كتير كبير على الأهل بظل الغلاء يلي عم نعيشه والوضع الاقتصادي يلي كتير صعب. كيف بدنا نحضر أبنائنا نفسياً؟ كيف بدنا نحضرهم وما ننقص عليهم شيء من ناحية القرطاسية، من ناحية الملابس أيضاً الخاصة بالمدرسة والخاصة بالشتوية يلي ناطرتنا؟ أكيد يمكن في كتير أهل عليهم هلأ حالة نفسية وضغوط كتير كبير، منلاقيهم يعني معصبين، بينهم يأمنوا لأولادهم وبينهم يأمنوا الشتوية القاسية ناطرتنا أكيد أيضاً. ونحن نحكي عن هذا الموضوع، كيف فينا ببعض الخطوات نهيئ طفلنا، خصوصا الطفل المستجد لبداية العام الدراسي، ممكن يكون مر بمرحلة رياض الأطفال، بس دائما يمكن كصف أول أو طفل مستجد بالمدرسة إلى وقع خاص على نفسية وشخصية الطفل، وقديش ممكن فعليا نحن كأهل بنخفف وقع هي الحالة على الطفل. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة رولا صيداوي، أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير دكتورة. صباح. يعني هلا عم نلاقي الأهل مثل ما بيقولوا يعني دائما معصبين، دائما متوترين، يعني في عبء كتير كبير بين رغبة وخوف. تماما، عبء كتير كبير على راسهم، على الوضع الاقتصادي الصعب، على المعيشة الصعب. خلينا نحكي بالبداية نحن كأهل كيف فينا نهيئ حالنا نفسيا قبل ما نهيئ أولادنا لاستقبال عام جديد، شتوية جديدة، يوم جديد بحياتنا أصلا. هلأ بداية نحن بدنا نقول إنه الله يعين، بنقول يعني هو الظرف الاقتصادي صعب على الجميع. نقطة كتير مهمة إنه أنا بدي يعني عود ابني قبل ما يبدأ يفوت لهي المرحلة الجديدة إنه هلأ إحنا فايتين، بدنا نشجعه، ما فينا كمان نضل نقول له إنه وضع صعب وما فينا وما فيني أمل لك كل متطلباتك، فهو بيصير بيسان عنده يعني عدم شغف للذهاب للمدرسة. قدر الإمكان شو بقدر شجعه بشيء الأمور البسيطة منشجعه فيها، قد يكون ممكن نحن للطفل ناخده على مدارس تانية قبل بالدورات الصيفية بيكون للأطفال، نشوف كيف مثلا في ألعاب يشوفهم كيف هو بيتشجع. هلا نفسيا الولد بحب الطفل، بحب يعني يندمج مع الآخرين، بطبيعته كائن اجتماعي وبامتياز يعني. فهون بالنسبة للطفل بنقول له نحن قدر الإمكان. هلا كيف بدنا نحن إنه نقدر نستعد كأهل أو كآباء وأمهات الأطفال؟ هي بدنا يعني واقع هو صعب، بس بدنا قدر الإمكان نأمل المتطلبات الضرورية. في شيء أهم وفي شيء مهم، بدنا نقدم الأهم على المهم. ما في داعي إنه للطفل نأمل له كل ما يشوف من زملائه شو موجود عندهم، قد في عائلة وضعها ميسور أكثر من عائلة، هي بدنا نلتفت إلها ونفهم أولادنا إنه مو كل الأمور لازم تكون متاحة لك بهالظرف الصعب. طيب خلينا دكتورة نحكي يعني السنة الدراسية الأولى للطفل بالمدرسة إلى وقعه الخاص، شو هي التصرفات الطبيعية اللي ممكن يتصرفها الطفل، وأيمت بنقول هاي التصرفات مش طبيعية لازم نوقف عندها يعني نقدر نهون الموضوع أكثر على الطفل؟ هلا عادة الأطفال بشكل عام بيكونوا متعلقين بأمهاتهم، وخصوصي إذا بداية المرحلة بداية جديدة، فبصير في عندهم نقمة، بصير في عندهم إنه صراخ، بصير في عندهم تعلق، بصير بيتحججوا بحجج إنه وجع بطن، إنه أنا ما بدي أروح، أنا ضعيف، أنا مريض، بهي الأعذار بيقولوها. هلأ الأكيد خصوصي الأم اللي مو أول طفل عندها، طفل الثاني أو الثالث، صار عندها خبرة بهاي الأمور، صارت ملمة. نقطة كتير مهمة إنه هذا الأمر طبيعية إذا قالتها. هلأ الغير طبيعي لما بيروح لهنيك ما بيندمج، بصير في بيعمل أعمال شغب، بصير في بعض سلوك عدواني، بيضرب رفقاته، بيصير بيأذي زملائه بالصف أو خارج المدرسة، هذا صار غير طبيعي. هلأ قد سمعان الطفل من بعض أنه في المدرسة ما رح يحبها، بدون ما رح تتميز، بدون يضربوك رفقاتك، بياخد الجانب السلبي، بصير عنده خوف سابق، بصير عنده ردة فعل سلبية أنه أنا ما بدي أروح قبل ما يدخل للمدرسة. لذلك نوهت ببداية اللقاء أنه ناخده على روضات قبل ما تبلش المدرسة، شوف النموذج الحلو، انه اطفال عم يلعبوا، في خصوصي المرحله الجديده بيكون في مثلا مراجع
الترجيح بيكون في خصوصي للروضات، يشوف انه في رسم، في الوان، في معارض رسم، هي بقلب المدرسه بتشجع فيها. تمام. كمان دكتورة خلينا نحكي عن تحضير الطفل من خلال المشاركة مع أطفالنا بشراء القرطاسيات، بشراء التياب، بشراء الحاجيات الخاصة بالمدرسة، كيف هو لازم يختارها، كيف هو شو بيفضل وشو بيحب. تمام. هلا في نقطة مهمة انه طفل طبعا يعني عندنا الامكانيات، خلينا تماما تماما سؤالي يعني. كثير حلو. انه انا بتذكر كنت صغيرة دوما انا شارك بابا وماما تروح جيب انه اغراض لمدرسة، الوضع طبعا بيختلف. اهم شيء انه انا اخذ ابني واقول له بدنا نروح ناخذ، نشجعه نرغبه مع في مكافأة لانك انت فايت لمرحلة جديدة. بس في نقطة كثير مهمة، انا ما باخذ ابني، يعني انا كعائلة وضعي مثلا يعتبر وسط او اقل من الوسط حسب وضعي، باخذه اللي بقدر اشتريها، ما باخذ للاسواق اللي فيها كثير في رفاهيات، بتشوفي انواع الحقائب واشكالها والمقالم، هلا صار في كثير فن فيها، فهو بده الطفل يطلب ويشتهي، فانا باخذه للاماكن اللي انا فعلا انا قدرت اشتري من هذا السوق باخذه فيها، يعني ما فيني اخذه يتطلب وما فيني امله طلباته. هي نقطه كثير مهمه، انه انا بقول له رايحين على السوق المعين بيكون الاسعار كلها متقاربه وبقدر باستطاعتي اجيب له سواء او ممكن مكتبه تكون قريبه لبيتي باخذ له بجيب له شو لازمه. هي كثير مهمه. شراء الطفل بتشجعه بترغبه نفسيا، اضافه لمعلش لا معني اذا في الم يعني عليه لعبه عليه ورده عليه هذا بيشجعه للطفل. الدفاتر عم يحبوا اللي فيها صور رسومات الاطفال، هي كثير عم تشجعوا فيها، بتهيئه نفسيا. هلا بدنا نحط له يعني نحن مو دفعه واحده كاهل نقول لهم انه سلبيات المدرسه، لا كل مرة منمرق له انه بدنا نفيق بكير، بس هذا الفئة بكير في عنا مثلا بكير بتلاقيك نشيط بدك تروح فيك تلعب مع رفقاتك، مو نقول له اياها دفعة واحدة لانه بيرفض بعدين. طب ذكرتي خلال حديثك بعض التصرفات للأطفال المستجدين للمدرسة ممكن يقوموا فيها، من قلق وخوف الطفل من الانفصال عن أمه، يعني هي المرحلة كمان حساسة، كيفية التعامل هون مع الطفل كيف رح تكون؟ يعني حتى أحيانا الأم بتكون هي متعلقة زيادة بالطفل. تماما. في أحيانا بعد إذا عم نحكي عن الروضات هلا التحضيرية، يعني هو مرحلة تحضيرية، هي أول دخوله للمدرسة عم تسمح يعني انه بداية انا بوديك، بس بيجي بيكون وقتها اللي بيجي بشوفك ممكن بفترة الفرصة او ممكن مثلا انا بطلع عليك، فهو بيصير بيتشجع بالنسبة للام وبالنسبة للطفل، بتكون على تواصل مع المدرسة، مع اذا في مثلا يعني مع اذا مواجهة تربوية بتكون على تواصل معه. الان بصير في تعزيز للطفل، او خاصة المرحلة الاولى بتكون فيها ما فيها الضغط، يعني خصوصي بداية المدرسة بياخذون أحيانا رياضة، بيعملون رسم، بيعملون أنشطة صفية، هي بتشجع الطفل لأنه هو بيحب يندمج، يعني هو صح متعلق بس بيحب يندمج مع رفقاته. فهون نحن بدنا يكون الوقت، ما يكون الوقت كبير كتير، يعني في روضات الآن يمكن دوامة بيكون مثلا 5 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، هي معقولة، وإذا قدرت تطل مثلا بتشوفه بتطلع عليه هو بيشوفها بيطمن أكثر. هلا هو عادة بيكون يا أما الولد متعلق كتير بأمه هي بدها تبعته، يا العكس الأم متعلقة والولد بده يروح بده يشوف، يعني ما بيكونوا اثنين متعلقين ببعض بشكل عام، يعني النسبة الأكبر. فلما بيكون الطفل هو حابب كتير يروح، الأم شوي معلش تخفف عن نفسها وتشجع حالها، لأنه كتير مهم إذا ضل تعود. هلأ أول شيء بيكون منطلق، متى ما صار مرحلة الابتدائي والإعدادي بصير العكس، هي بدها تبعته هو ما عاد بده، إنه لا بده يرتاح خصوصي بأيام الشوب أو البرد، فهون بدها هي تشجع نفسها وتعطيه الجانب خلينا نقول الإيجابي من كل الأطفال، فلان وطفل فلاني وابن مثلا جيراننا شوف شلون راح ولعب ورسم ولعب رياضه واخذوا انشطه، تعطيه كل شيء التعزيزات حتى هو يتشجع، اضافه لا مانع للتعزيز بالنسبه للبيت، لو هي تعمل له اكله هو يشارك فيها يعني. نعم. دكتوره كثير بنشوف من الاطفال دائما عندهم ملاحظه انه رفيقي سندويشته اطيب من سندويشتي، عنده شغلات اطيب من اللي انا عم باخذهم، يعني دائما الطفل قد ما كان عينه شبعانه بالبيت بحب يقلد، بحب يتطلع انه ليه هو عنده انا ما عندي. اليوم القدرات القليله بشكل عام صعب ضمن مجتمعنا، يمكن ما بتسمح
بزيادة الأنواع وتنوعها ضمن السناكات أو ضمن الفطور يلي بيبعتوا الأهل على المدرسة. خلينا نحكي اليوم قديش مهم نحن كمدرسة نعزز مثلا ثقافة التفاحة بدل البسكوت الشوكولا اللي يمكن هو كتير غالي صار على الأهل، حتى التفاحة يمكن صارت غالية، ساندويشة يحددوا مثلا أنواع من الساندويش يلي مسموح فيها، نبعد شوي عن المظاهر الغالية يلي المجتمع الباقي ما بيقدر يقدمها لأبنائه. خلينا نحكي قديش هي سلبية بتأثر على الطفل إذا نحن ما قدرنا نعمل كنترول، وكيف فينا نحن نخلي الطفل أنه يعني يقتنع قدر الإمكان شيء يعني ميسور ثانوي كمان بنظره هدول القصص. في نقطة تماما، في نقطة مهمة انه هلا بدي اعزز له لابني من خلال تلقين انه انت هو مثلا معه هي الساندويشة، هو معه هي النوع، خلينا نقول مثلا هي نوع شوكولا او نوع اذا ساندويش او لبني او اي شيء، هو لانه ما بيقدر ياكل او ما بيحب النوع الثاني، انت بتحب هذا النوع. نقطة مهمة كمان انه انا بقول له لابني كل يوم شو بدك انت مثلا، انه نحن نوع واحد، نعزز له نوع واحد بهي الاسعار الظروف الصعبة الاسعار الغالية، انه نوع واحد. انت هي صح نحن نعرف الاولاد على الاسعار؟ لا مو على الاسعار، مو على الاسعار انه نقول هي غاليه ما فينا لا نحن نقول له نوع واحد، نحن يوميا حتى خلص اليوم انت بدك هذا النوع بعد كم خلصت بنجيب لك النوع الثاني، ما مانع ننوع له، بس مو انه والله كل ما طلب هو بده رفيق او واحد اثنين، نحن بنكون حاطين له قائمه، هاي القائمه شوفي الطفل متى ما دربتيه من صغره بيتدرب، ومتى ما علمتيه بتعلم، هي عادات تعليميه بتكرري له اياها بيتعود. صح شاف هلا ممكن مندخل له اذا في نوع ثاني، بس مو كل ما يطلب، لانه في عندك اول شيء بنبدا بالساندويتش، بعدين في عنا الشناتي والألوان والألعاب والحقائب وإلى آخره واللباس والبوت، وهذا عالم تاني، فنحن ما فينا نقول تمام. هي نقطة كتير مهمة نعلمه عليه أنه نحن هذا النوع، أنت بكرة بدك نوع بعد كم يوم خلصنا، لكن سحر فيك معه، بس هذا ما فيه ياخذ النوع اللي أنت عندك، يعني نعطيه الجانب أنه أنت عندك نوع هو عنده نوع تاني، بعدين بيصير تبادل، يعني حتى بس يقتنع أنه بس رفقاته كل شيء عندهم هو محروم من كل شيء. فكرة الحرمان ما نذكرها قدام أولادنا، فكرة عدم نقدر تأمين كل متطلباتهم، منعلمهم شوي شوي بس ما نورجيهم بضغط نفسي أنه نحن ما فينا، نحن هلأ هيك غيرنا ما عم يقدر يأمن هذا الشيء، حتى اللي أنا عم أمن لك يا سواء حقيبة أو سواء هذا النوع، غيرنا ما عم يقدر يأمن حتى يعرف حاله أنه هو فعلا بي يعني أفضل من غيره. طيب خلينا نحكي، يعني حكينا بعض الخطوات لتهيئ الطفل للمستجد لدخول المدرسة وكيفية تعامل الأهل معه. أحيانا في أطفال عنيدين هن، يعني كيف الأنفية تتصرف مع الطفل العنيد ببداية العام؟ يعني بتلاقي هو عنده تصرفات مختلفة أساسا عن الطفل العادي، بطريقة أنه أنا كيف بدي أروح على المدرسة، كيف بدي هيئ، وطريقة البكي الصراخ المتكرر. هو في نقطة مهمة إنه عنادة الطفل هي ما لها بالوراثة، هي سلوكيا صحيح، وهي تربية صحيح، وهي نتيجة تكرار الطلبات لتنفيذ طلبات الطفل أو نتيجة تحميل أعباء الطفل، بصير عنده رفض بصير عنادة. يعني أنا مثلا لما ابني بقول له بهاللحظة بدك تضب ألعابك وترتب أغراضك وبدك تساعدني وبدك تتغدى وبدك تتحمى إلى آخره، بصير عنده كل هالأمور وهو صغير بيرفض كل شيء، بصير عنده عنادة. ولما بيعرف إنه أنا عم نفذ طلباته رغم انه هو عم يبكي او يصرخ، فبصير هو بشكل طبيعي انا كل ما صرخت او عندت اهلي بده ينفذوا لي طلباتي، فبيقوم هو شو بيعمل بيعتز بهذا السلوك. فهو هذا سلوكيا هو تربيه وليس وراثه. بالنسبة لأنه بده يكون في صراخ، نحن في هاللحظة بدنا نشد شوي عليه إنه إذا بكي يلا مو بدك اليوم تروح، بلا بصير إيه شغلة طويلة، يعني بصير إيه ما في مشكلة ما بدي يروح بكرة بعد كم يوم ما عاد بدي يروح. دوما العاطفة عند الأم غالبة صحيح، بس أنا إذا بدي وظفها دوما العاطفة أنا معناتها ما بيكون عندي، يعني إنه الأمر الجدي هون ابني لح يخسر فرص كثيرة بداية بالطفولة، بعدين لح تستمر للمراهقة إلى آخره. الطفل لما بده يبكي نحن نعطيه جانب الإيجابي، أحيانا ممكن نتفق مع المدرسة ترغبه تعززه تعطيهم مثلا أنشطة ألعاب تخليه بالصف يقوم، غير تعطيها التعزيز الإيجابي الدفع المعنوي، بصير هو بصير في عنده رغبة. والتجديد ضروري دوما، بداية المرحلة بين الأم والمدرسة كتير مهم، الأهل والمدرسة كتير مهم، لأنه نصف العبء على الأهل ونصف على المدرسة، إذا ما كان في تعاون هون فيه رح نخسر كتير. تمام دكتورة، خلينا نحكي بنقطة الانفصال الولد عن أمه، يمكن بالجاردوري أو
الروضات التحضيرية، عم نشوف عم يصير في سلوك يمكن جديد يرجع يتبول على حاله، يصير عنده يمكن ينفر جسمه من بحبوب نتيجة حالة نفسية، نتيجة الحصر المضايقة يلي هو يعني نفسيا عم يضايقها. اليوم خلينا هيك نحكي بعض النقاط إذا لاحظتها الأم على ابنها ببداية العام، ببداية دخوله إلى المدرسة، هل هي حالة طبيعية تمر مرور الكرام ولا لا لازم نلجأ إلى أخصائيين نفسيين؟ لا أكيد نفسي. خلينا بس نحكي أي شيء طبيعي وشو هو أكيد الحالات الاستثنائية. هلا الحالات الطبيعية إنه بيبكي أول كم يوم، بيصير فيه بتعلق ما بده أمه تتركه، بعدين شيئا فشيئا لا بصير بتعود مع ترغيب، هي ذكرناها. دايما معنا فترة هي هلا أحيانا في أولاد ممكن أسبوع يضلوا عم يبكوا، في من انه يكون مثلا كم يوم ممكن يوم حسب هي التربيه. هلا اللي غير طبيعي هالاعراض اللي عم ذكرتيها، هلا هون في كمان نقطه بتكون الاهل قبل ما يفوت الطفل عاملي له هذا الستريس، هذا الستريس اللي عاملي له اياه انه بدك تفوت على المدرسه في ضغط، اذا رفيقك ضربك تضربه، ما هو فايت اصلا خايف، فبصير عنده رده فعل سلبيه. اذا هذا فورا بتروح مثلا اخذ لك دفترك، اخذ لك محايتك، يعني بنعطيه الطاقه السلبيه وليس الطاقه الايجابيه، ما بنعطيه الجانب الايجابي، بصير هو عنده رده فعل سلبيه مثل ما ذكرتي بهالامر. في منهم بصير عندهم اغماء، في منهم بصير في عندهم اقياء، هي نقطه كثير مهمه، هي مو طبيعيه، لا اكيد بده يكون على طبيب، يعرض على طبيب. بس اهم شيء يعني نحن ما نعطيهم الطاقة السلبية، لأن الطاقة السلبية خسرنا أولادنا. كتير مهمة هالنقطة. يعني حكيت نقطة كتير مهمة، يمكن أخطاء يوقعوا فيها الأهل لتهيئة الطفل المستجد للمدرسة. خلينا نحكي شو هي أكثر الأخطاء الشائعة. يعني ذكرتي نقطة أنه ممكن الأهل هن اللي يأسوا يعطوا الطاقة السلبية لدخول المدرسة، شو هي يمكن أكثر الأخطاء اللي بيوقعوا فيها وفينا نركز عليها بحيث فعليا بالمستقبل ما حدا يوقع فيها؟ صحيح تماما. هلا أكثر الأخطاء أنه الضغط النفسي، الصعوبات، بنقول لهم انه نحن ما فينا فورا نأمن لكم طلباتكم، بنقول لهم انه دوام طويل، ظرف صعب، مثل ما ذكرت انه رفيقك ضربك بدك بالمقابل انت تضربه، بدكم يعني بحس حاله فايت بحاله شجار وصراع، هو مو فايت لحتى يكسب اصدقاء. نقطه ثانيه انه نحن بنقول له هلا في عندك اصدقاء ثانيين، بتصير انت وياهم بتصير مع بعض مجموعه، بيجوا لعندك بتصيروا بتقدروا تدرسوا سوا، بتقدروا تروحوا مثلا على تلعبوا سوا، نعطيه هذا الجانب الايجابي، ما بنعطيه انه لا ما في تروح لعند حدا، هذا الضغط السلبي، ما في تحكي مع حدا، هي نقطه كثير مهمة. حتى نتجنب المشاكل دوما نعطي التعزيز الإيجابي والدفع المعنوي كتير مهم، سواء أطفال أو مراهقين أو حتى كبار، نحن بحاجته. صحيح تمام. دكتورة يعني بدنا نتمنى هيك عام دراسي يكون خفيف على كل الناس، وهيك ما حدا يقابل شيء سلبي من أولاده. شكرا كتير لك ولكل النصائح اللي قدمتي لنا. شكرا لكم.